أعزائي المشاهدين، ودلوقتي إحنا نازلين ناخد ضحية تانية، كريزي تاكسي. كوبري خشب؟ اتفضل. اتفضل يا باشا. ممكن يا مطرويس. فين يا باشا؟ في كوبري خشب. كوبري خشب عند مقهى كده. يا باشا تحت عمرك يا باشا. صباح الفل يا رجالة. الناس هنا الحمد لله عارفاني على الصحة وعلى الجدع وعلى الجد وعلى السخان. ده منين يا باشا؟ يا عم احسن ناس يا عم، مبرها علينا يا عم. انت يا عم مش عارف مالك يا عم. غرف ده يا عم امشي، غرف ده يا امشي. وعالم ما فيش حد بقى بيستحمل حد. نعم يا اسطى. لا لا يا عم، في ايه مالك يا عم؟ ما انا ماشي. ضارب ايه انت؟ ضارب ايه يا عم؟ ما توحد الله مالك يا عم. موحد الله مالك انت في ايه يا عم؟ ضارب وايه؟ طب ما تاخد بالك من كلامك وحاسب على اللي بيقع منك يا صاحبي. مالك بس في ايه؟ طب ايه؟ طيب ايه يا صاحبي؟ دي ولا ايه يا عم؟ غير فني ده انت كمان. بقول للراجل اللي داخل يتكسر عليا. يا اسطى شرف فتحت يا عم. ماشي ماشي، انا هو معلش. اخرب بيت ام الاستروكس. خفيف انت على فكره، من اول ما ركبت خلي بالك انت مزولني في حياتي. انا اللي مزولك؟ اه والله. تبع مين انت؟ تبع مين؟ تبع انت تبع الواد عبده مستورو طلع باين عليك. عبده مستورو. بقول لك ايه؟ معاك يا صاحبي. خد معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. استأذني يا اسطى، تقول لي اركب ولا ما اركبش؟ يا عم الراجل، ما الراجل هو صاحبي شكله تعبان يا عم على طريقنا. مالك؟ هو يوم اسود باين عليك. يا عم اسود ليه يا عم؟ بتسود النهار ليه؟ ليه بتسود النهار؟ يا عم في ايه يا عم؟ بتسود علينا النهار ليه يا عم؟ عم ايدك بس جنبك كده في ايه؟ يا عم ده واحدة واحدة بس. ايه ده يا عم؟ انت قلت مبرشمين بقى. توحدوا الله كده واتكوا على الصبر. ده شغل بقى برشام بقى ولا حقن ولا ستروكس ولا ايه؟ انت تعبان يا صاحبي. خد يا صاحبي، خد يا صاحبي. اهلا مسا يا هوب. بقول لك يا صاحبي، ولا ممكن تضرب لي الحبتين دول يا صاحبي؟ يا عم طب اليوم المنيل اللي مش معدي انت جنب روح رميه بقى وبرشمجيه يا عم. ولا انت من اول ما انت مزوجني ده يا عم. بلا ابو بلا ابو انت بتزغط في الوش. تعبيط يا انت وهو يا ابني ولا ايه؟ شكلكم سارقين التاكسي. لا ها؟ هو يا عم اتقل عليا بقى. اتقل هتعمل ايه يا عم؟ اتقل عليا بقى. انا هشوفك بالمعظمة دي. معظمة ايه؟ بالمعظمة. ايه يا عيال يا ولا ايه؟ هشوفك بالمعظمة. انا جبتك ده انا من بلاد دكرور ياد بقى. نعم بلاد دكرور ياد. ايه يا عم؟ شارع مصر ياد. ايه ده؟ ايه ده بس يا ابني؟ اقعد اسمع الكلام. اسمع ايه يا عم بوش ده؟ اسمع الكلام. اسمع الكلام يا عم. بس ايه ده؟ بس 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 اتقل بقى. اتقل بس. لا 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 ما تقلقش. اوعى دي، هي دي اللي انا عايزها. هي دي. طب اقول لك على حاجه، سيبك من دي خلاص. اوعى يا افتح الباب ده. طب اقول لك حاجه، مفيش فتح باب انت. يعني ايه مفيش فتح باب؟ انت راجل برنس صعب. لا يا ابو اوعى بس ايدك دي كده. بالاستروكس. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بس انا نفسي نانسي. انت فين يا نانسي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا كنا بنهزر. خلاص احنا كنا بس 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 احنا بنهزر معاك.
لنا نزيع ولا ما نزيعش؟ لا زيع. وزي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين احنا دلوقتي نازلين في شوارع القاهره ومعانا اول ضحيه في حلقه السايكوباتي ويا مسهل ورب نكون خفاف على قلبكم. ايوه تاكسي. ايوه مدينه نصر. وماله ست الكل اتفضلي. مدينة نصر ان شاء الله. مدينة نصر يعني اول عباس. اول عباس يعني عند العين كده. اول عباس ياسطا. عند العين مش عين بس سين عباس. انت تشرح انت ماشي بخريطة. تشرح. انت اول مرة تشتغل سوا ولا ايه؟ يا ستي اعتبريها اول مرة. لا مش اول مرة انت كده تودينا في داهية اول مرة. يلا كده اتكل على الطريق. بص قدامك. اتكل على الله مش على الطريق. طب خلص خلي بالك عشان انا مالك يا اسطى في ايه؟ انت ايه مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه عادي الحياة. انت تعبان ولا حاجه؟ لا اله الا الله يا ستي. بس بص قدامك وامشي. طب بص بس بص ما انا باصص قدامي. بص قدامك وامشي. طب بص بس بدل ما نروح نروح على الاسعاف. بدل ما نخلي الاسعاف تيجي تشيل حول الله يا ربي. في ايه مالك؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ في ايه؟ يا اسطى بس انت بص قدامك. طيب لا لا بص حول الله يا رب ماله فيه ده؟ يا مدام انا باصص قدامي ده مريض. لا 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 حول الله يا رب. عليكم السلام. خدني معاك يا صاحب النبي. اركب. بعد اذنك يا ستي. مؤاخذة اختي معاك. لا لا ولا يهمك يا ابني. مالك انت تعبان صح؟ تعبان يا صاحبي. بقول لك ايه؟ ايه يا صاحبي؟ روح في ايه؟ الله احلى مسا عليك. احلى مسا. استر يا رب يا اسطى. لا 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 بص قدامك الله يكرمك يا ستي. ما انا باصص. ده يوم اسود يوم ركبنا معاك. لا لا بص قدامك. انا بتصحيني ليه؟ صح صح ما تنامش. حضرتك بتصحيني ليه؟ اصحيك ليه؟ يا ست يعني سيبك تموتنا؟ يا ست العربيه عارفه طريقها. ليه؟ بني ادم؟ عارف طريقه؟ ليه عليها عفريت؟ بتمشي لوحديها؟ يا ستي عليها اللي عليها. ما عليها اللي عليها. ده انت اللي عليك. ده انت مجنون. ده انت عليك كتير. عليا كتير. افصل شويه. يا حبيبي بص قدامك يا اسطى. بص قدامك. اقعد ساكت انت كمان. بص قدامك. بس 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 قدامك يا اسطى. انتوا الاثنين بس بقى. بس اسكتي بقى. انا لا اسكت ولا انت تسكت. بص قدامك. بص قدامك بقى عشان انا عارفك. بقول لك انت الثانيه بتاع سوق العبور. بلا سوق عبور بلا سوق خرب. سوق بقى. سوق قدامك. بص قدامك. بس بقى ايه؟ بص قدامك. بلا دي ما انا بص. بقول لك يا وليه ما تفكك مني. فكك وليه في عينك. بص قدامك. ايه ده يا اسطى؟ جايب امك معاك تضربنا يا اسطى. سوق وانت سايق. اول امي اللي قفل يا انت كمان. ما تزغديش عشان ما زعلكيش. خلص انت يا اسطى. بص قدامك. مش اقسم بالله هبعت اجيب السندباد. ولا تقدر تعمل اي حاجه. هتجيب سندباد. بلا سندباد بلا زفت. يخرب بيتك. ما تجيب انا هجيب لك علي الدين. كلمني. ده انت مجنون زيه وازرت منه. انا عارفك يا ولية. انا مش عايز اعرفك سواء سواء مريت ب 60 جنيه لما ركبت معاك. بص قدامك. بص قدامك. هزولك. يخرب بيتك. بص قدامك كده. انت مالك ومالنا. بص قدامك. انت بتزغودي. بس طيب يا لهوي. لا ده مجنون. ده مجنون تاني يا ابن المجنونه. بس 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 ايه ده؟ يا لهوي. بس خلاص خلاص خلاص. احنا يا جماعه اسفين جدا جدا جدا. احنا كنا بنهزر معاك. يعني نزيع ولا ما نزيعش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في المانيا ان شاء الله؟ مانيا الروضة. بشوف مانيا الروضة. تحت امر حضرتك. الله يبارك. معلش بقى انت زي ما انت شايف الجو عشان امتحانات وكده. فالبنات معايا النهارده في التاكسي. بما ان يعني معاكم ما تعرفوش انا شغال النهار والله. يعني مدرس بعد الظهر. التاكسي دي الصبح كده ايه. يلا يا بنانيت. يلا يا مستر. صلة الأرحام في دولتك. السلوك العام في دولتك. صلة الأرحام كده. أنا مفضل جاب الشغل حضرتك ومفضل ولا نشيل ولا إيه؟ لا لا. طيب حضرتك بقى تمشي كده عاقل عشان خاطر إيه ما ينفعش. طيب خلاص خلاص. آخر مرة تاني؟ صلة الأرحام في دولتك. السلوك العام في دولتك. والسيرة السيرة والسيرة. ماشي يا باشا. عشان بكلمك عمو شكله مستفز وعايز يضايقنا. عايز يعطل دراستنا وتعليمنا. لوزك 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 لوزك
لوزر 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 ماشي بقول لحضرتك انا هركز خلاص في الطريق حضرتك قول لهم يلا حضرتك اديهم الدرس يلا قول لهم السلوك العام يلا 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 السلوك العام قول لهم السلوك العام السلوك العام يلا باشا مش هينفع كده والله ايه اللي مش هينفع والله ما ينفع مالك حضرتك مضايقني انت فاضي مش عايزك تجد بقول لك يا باشا جاي من الشغل تعبان عايز اروح خلاص خلاص ما تضايقوش يا عم هيجيب لكم شكاليتا ايوه خليتها كنت خليتها كنت خليتها خليتها لا 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 مش هينفع طب خلاص العربيه بتحود مني يا عم العربيه بتحود مني لوحدها والله العظيم انزل لي بقى باشا طب لحظه واحده ماشي خلاص ماشي يا فندم واحده واحده ده مش يلا يلا نذيع ولا ما نذيعش؟ لا نذيع يا باشا نذيع؟ نذيع يا باشا الطعام حلقة جديدة من حلقات الكريزي تاكسي والحلقة دي اسمها حلقة مرض الكلب جامعة الدول فين؟ جامعة الدول تعالى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله صباح الخير صباح النور يا باشا صباح النور فين جامعة الدول؟ جامعة الدول شوف سجارة؟ لا يا غالي ممكن ديني الغرب مين ده عيدة مش مشكلة وحضرتك فين في شارع جامعة الدول؟ اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هناك معاك كبريت انت مش كاترين لا عفو خلاص انا كعان انا جعان؟ اوه انا بحس ساعات بالجوع كده في الحلب بحس بالجوع في الحرب جعان ولا مهبط؟ مهبط اصطبحت فهبطت لا مش اصطبحت ما اصطبحتش؟ والله عشان كده بقى ما اكسد كده تبقى ما اصطبحتش انت شبون اول شبون تاني شبون معانا تاني شبون تاني شبون لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون لا يا اخي يا اخي يا حبيبي كده لا مش حابب كده مش حابب كده قول يا رب قول يا رب مش حابب كده يا رب مالك مالك يا عم في ايه على الصبح انت شارب ستروكس ولا ايه؟ انا تعبان والله تعبان شارب ستروكس؟ تعبان كان عندي مرض لو انت شارب ستروكس قول لي عشان اعرف افوقك لا انا كنت تعبان امال مالك تعبان ازاي يعني؟ ايه يا عم؟ انا سامع يا قطر انا تعبان بقول له ده قطع ده؟ معلش فحط الاكل بتاعي اكل بتاعك؟ اكل بتاعي ده ايه ده؟ هتعمل ايه؟ يا عم دي عظمه يا عم هتعمل ما خافش غطي يا عم انت بتاكل عظمه انت فيها على الصبح مالك؟ طب بقول لك ايه نزلني هنا نزلني هنا انا مش هتنزل هو ايه اللي مش هنزل؟ ده في ايه في دماغك على الصبح؟ يا عم بقول لك نزلني في ايه؟ ما خافش ايه وبص كده ايدك خافش مالك يا عم في ايه على الصبح؟ انت في حاجه في دماغك؟ لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط في ايه؟ انا ما خدتش الحقنه خدتش حقنه خدتش حقنه ايه؟ خدتش حقنه حقنه ايه؟ هو هو ايه هو دي؟ هو هو الستروكس ودانا في داهيه بس حبيبي بس سوق يا بابا يا عم سوق مالك في ايه؟ ما انت كنت طبيعي اول ما ركبت هو ايه بس حبيبي بس يا ابني بس مالك في ايه يا الصبح؟ بس يا بابا بس حبيبي بس تعبان يا بابا تعبان ايه ده حبيبي تعبان صبرنا يا رب انا غادي ستروكس شارب ستروكس؟ مش هشرب ستروكس امال مالك في ايه على الصبح؟ يا ابني مالك؟ ما تجننش امي انا معايا شهادة مرضى اطفالي وعي عم كده مالك في ايه؟ مالك يا عم في ايه على الصبح؟ ايه اللي ايه ده ماله في ايه؟ فك ايه؟ ايه بس ايه وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم في ايه ده وهو على الصبح؟ ايه ده ازاي يعني في ايه؟ ما تفهمني يا عم يا عم ايه ده شويه ايه ده ايه فهمني تقعديني ايه ده اهو فهمني بقى في ايه؟ ايه ده اهدى انت شويه هو انت تعرفه؟ ايه ده هو انت تعرفه ولا تفهمه؟ عارفه ايه ده شويه يعني ايه عارفه؟ ماله بقى؟ ايه
انتوا الشله مجانين مع بعض؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ الساعه ده جاي. هو ايه اللي انت عامله ده؟ النوبه الكبيره جايه. نوبه دي كبيره. النوبه الكبيره جايه لازم تخلع. تخلع ايه؟ في ايه؟ النوبه الكبيره جايه. يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي. استنى يا بابا. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ما قلت لك زفت جامعه الدول. عايز ايه؟ انت بتهوهو ولا بتناولو ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ نياو. في ايه؟ ايه هنا مالك؟ في ايه؟ عايز ايه انت على الصبح يا عم؟ ما تنزلني يا عم الركوبة الزفت دي، مفيش تكوسة غيرك. نزلني يابا، نزلني يا عم الحاج. يا عم اقف فينا، نزلني. هتودينا في داهيه، هتحبسنا في حاجه. يا عم انت في ايه واللي انت عامله دوت؟ اقف يا حبيبي، اقف يا بابا، اقف يا بابا، نزلني. اقف يا بابا. ايه اللي نزلني يا عم؟ يا عم خد نزلني يا عم، انت في ايه مجنون؟ هو يا جدع انت مجنون ولا ايه؟ يا عم عرفتي مالك فيها على الصبح؟ اوعى كده بقى، اوعى يا عم كده، اوعى يا عم. افتح الزفت ده. نزيع ولا منزيعش؟ لا يا عم زيع، مع انك فرحتني وطلعت عين امي بس. يلا ندور على ضحيه جديده من ضحايا كريزي تاكسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا باشا ابن باشا الباب يا باشا، أنا مين بالمهندسين إن شاء الله؟ شارع البطل عبد العزيز. البطل أحمد؟ إيه كانت أحلى أيام والله. البطل أحمد عبد العزيز كان صاحبي في الجيش. كان صاحبي. عصره؟ أه حضرت ثورة 37. 37؟ أه. كم سنة أنت؟ أنا عندي 36. وازاي 36 وعصرت عبد العزيز؟ ما عبد العزيز ده 36 وهو كان في ثورة 37. 37؟ اه. احنا سنة كام دلوقتي؟ احنا في 2020. كام؟ 2030. انت لو غيرت ال انت عايش فين؟ انا عايش في شارع ال 20. طب انت هتعرف تودينا؟ طيب انت عندك خلص الزهايمر. اه عندي انا، ولما يجي يخش شمال ولا يمين معاك ونعمل الاشارات تحت، الاشارات عندي مش شغاله. الاشارات دي؟ اه طلعيها من الشمال. انا في سنه 34 اياميها كان لسه الاستاذ. طب اسالك انا طيب؟ لا يا حبيبي. لا عادي انا عندي رامي حفيدي. واد رامي ده واد عسل. حفيدك؟ اه واد سمكاني عربيات هيعجبك حاجه كده يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. ها الاخر يعني. الله ينور عليكي. اه تعرف الاستاذ علي عبد الهادي؟ علي عبد الهادي؟ اه وزير المواصلات. اه علي عبد الهادي ده كان دفعتي برضه. انا كان دفعتي انا والاستاذ والبطل احمد عبد العزيز. البطل احمد عبد العزيز. اه انا كان حبيبي سعد زغلول. لا سعد ده كان موال تاني. سعد زغلول. لا ده انت عجوز بقى. اه طبعا انت عجوز بقى. انت عجوز تعرف سعد انت. نفسي تبطل. سعد كان حبيبي. طريقك شويه. سعد كان حبيبي. سعد كنت اقول له يا سعد، يقول لي يحيى يا سعد، اقول له يا سعد ما تبصلهاش من تحت. ده يا سعد بص لها بالظبط عليك. اقول له يا سعد بص لها من فوق. تقول لي ولا تشغل التكييف يا عم؟ ما هو مش شغال عندي. ليه؟ مش شغال يا عم. عمال تبرش وعمال تقول لنا في كلام ما قالش. ايه يا بنتي مالك؟ عمال تجيب الاخر قدام وقدام في الاخر. انت يا بنتي عيب. انا قد جدك عيب. انا انت قد جدي؟ عيب يعني لازم يبقى في شيء كده من الاحترام يعني. اه والله. ايوه. انا فين يا باشا؟ خدني معاك يا باشا. معلش انا اسف لحد الله. ايه ده يا نهار يا عم شكشك؟ يا عم انت نهار اسود داخل كده عادي. لا مؤاخذة معلش. انت راكبين مع الراجل ده؟ والله العظيم يا جدعان الراجل ده هيتعبكم. حكى لكم على مروان و73 من ثورة 19 وسنة. يا عم نزلنا يا عم. انا انت عارفك انا انت ما انت انا اللي عامل يهودي انت. والله انت عامل اسرائيلي. ممكن تسرع
شويه عشان انت بطيء يا بنت. انا بقالي 95 سنه شغال في المطعم. انت لسه من شويه بتقول 20 سنه، دلوقتي 69 سنه يا بنتي. 69 انت مش ما مش انا مش انت انا عرفتك انت احمد مصر انت مين؟ انت احمد مصر انت صح؟ ابن خالتي احمد مصر. ايوه انت احمد مصر. ولا ننسى عجله. عم شكشك احنا امتى هنوصل يا بنتي؟ من العجله الندامه وفي الثاني السلامه. عيب افهم انت لسه صغيره انت. دي 75 سنة صغيرة برضه. 75 ان شاء الله عليها يعني باينة اهو. هتوصلنا بسرعة ولا هتفضل ترغي كتير؟ انت عيب ما تقليش ادبك عليا. طب يلا عايزين ننجز. لا ما تقليش ادبك عليا يعني الجو حلو. لا ما تقليش ادبك عليا انا راجل قد كده فاتح. انت يا بنت عايز انت مني؟ لا ما تديني على مين احسن بقى؟ ما صغيرة ولا ايه؟ طب ما تخلص. ولو كان مربيكي يا عم علي انت مش مربيها. بقول لك يا عم علي اما تتباهى على واحد انت ابوها. خلاص بقى عشان ايدك دي. انت قلت الادب وانت اصلا مش عارف تسوق ولا عارف تتكلم ولا عارف اي حاجه وعمال تعمل علينا شغل واي حاجه وخلاص. انا قد جدك يا عم علي. ما يصيرش هذا. طب يلا خلاص ما يصيرش هذا حكي. يا اخي انت راجل يا اخي بارد يا اخي انت. طب بقول لك ايه بقى انزلي هات اخر فلوس الاوجه بتاعتك. انزلي وريني بقى نفسك بقى. تسمحوا لنا ننزل الحلقه؟